نرجع نأكد عليهم. قول لأنه شباب حضور رح آخذ عليه يعني حضور رح آخذ في المحاضرة، رح كل غيابين يكون بعلامة، وأنا مخصصة 5 علامات للحضور. وبعدين عندنا أول 10 دقائق رح آخذ فيهم الحضور، بعدين بعد اللي بيدخل بعد 10 دقائق رح يعني أعتبره غياب. طيب شباب، كنا المحاضرة الماضية اليوم الأحد اتفقنا إنه نعمل محاضرتين تسجيل وحدة تفاعلية، بس أنا لما أنهيت الميتينج لقيت إنه في طلاب إنه الأغلبية بعثين لي إنه بدهم 2 تفاعليات، محاضرتين تفاعليات. فعشان هيك إن شاء الله رح نخلي الأحد والثلاثة يكون تفاعلي والخميس بيكون تسجيل. اوكي تمام تمام دكتور. طيب هلا ان شاء الله رح نبدا بالماده. حطيت لكم هلا يعني اعرض النوت، تبعوني حطيت لكم اياهم على الجروب وعشان تكونوا يعني اللي بده يدرس اول باول. طيب خلينا هلا نعمل شير للسكرين. طيب شباب، اذا الماده بشكل اساسي قلنا هي ماده كودينج، كل ما بيتعلق بالكودينج. رح نبدا عندنا هون ب تشانل كودينج. طبعا تشانل كودينج والله العليم انه هو شابتر 7 بالكتاب، مش متأكدة بالضبط. خليني اشوف. ستة. اوكي اذا هو تشابتر 6 يا شباب، هذا التشابتر اللي بنبدا فيه، بنبدا الماده عندنا بتشابتر 6 بكتاب سكلار اللي حطيت لكم اياه على الجروب. اوكي اذا شانل كودينج، خلينا نعرف بالاول المصطلح العام اللي هو الشانل كودينج. هلا الشانل كودينج هو بيعبر لي عن اي ترانسفورميشن انا بسويه عندي للسيجنال بحيث اني احسن من البروبابيليتي اوف ايرور عندي على الريسيفر. اوكي شباب هيك بيغطي على النوتس الفيديو؟ لا دكتور لسه. لا لا دكتور. تمام اوكي. اذا عندي هون انه الشانل كودينج هو اي نوع من الترانسفورميشن اللي انا اي شيء بشتغله على السيجنال تبعتي. قلنا اول شيء بشكل اساسي انا عندي السيستم تبعي اللي هو خليني اروح على ال على النوت على الوايت بورد هون. هلا اذا السيستم اللي بنعرفه، السيستم اللي احنا بنعرفه سو فار اخذناه بالانالوج سيستم وبالديجيتال سيستم، هو انه عندي انا هون فعليا في داتا بدي انقلها. هاي الداتا بتدخل على الترانسميتر، قلنا بشكل اساسي الترانسميتر بيعمل لها موديليشن. وبعدين بغض النظر عن نوع الموديليشن اللي انا بستخدمه، اي نوع بستخدمه، بعدين بعد الموديليشن
بيطلع عندي هاي الانتنة للترانسميتر، إذن هون السيجنال عندي بتطلع على الشانل وايرلس شانل أو أي شانل إحنا بنتعامل معها. هذا عندي بالنسبة لي الترانسميتر، وعندي على الطرف الثاني هون عندي الريسيفر، ماشي. والريسيفر هون راح يعمل لي اللي هو ديمودوليشن. اوكي، هاي الديموديوليشن. وعندي بعد الديموديوليشن هون تطلع عندي الداتا اوت، اللي هي السيجنال، المسج سيجنال تبعتي اللي انا بكون بعثها على الترانسميتر. اذا هذا عندي الريسيفر. هذا البيسك كوميونيكيشن شانل اللي احنا تعلمناه بالكوميونيكيشن سيستمز. اوكي، اذا هاي هون عندي الترانسميتر، وهون هناك الريسيفر. اوكي، هلا اللي بدنا نسويه الشيء الزياده اللي بدنا نعمله في هذا الكورس، انه احنا هسه هون عندي مثلا الداتا بعثتها، راحت هون على الشانل، بعدين استقبلتها هون. هلا بالسيستم هذا على الاوتبوت بفحص الداتا تبعتي، وبفحص وبحسب اللي هي البيت ايرور ريت او probability اوف ايرور. اوكي، هلا probability اوف ايرور لها قيمه معينه. هلا لنفترض انه انا يعني عملت تغييرات معينه، حطيت هون مثلا، عملت تغييرات هون، اضفت بلاك معين هون عندي على الترانسميتر، وهذا البلوك من شأنه انه حسن لي البروبابيلتي اوف ايرور على الريسيفر، صارت البروبابيلتي اوف ايرور اقل، ماشي، نزلت البروبابيلتي اوف ايرور. في هاي الحاله هذا البلوك اللي انا هون ضفته على الترانسميتر، هذا بسميه شانل كودينج. شو ما كان هذا جوا، يعني شو ما كان جوا هذا البلوك، بس بصفته انه حسن لي البروبابيلتي اوف ايرور، فانا بسمي هذا البلوك، بسميه اللي هو الـ probability of error، عفوا بسميه channel coding. ماشي، هذا هو معنى الـ channel coding باختصار. إذا الـ channel coding هو أي شيء بضيفه أنا على الـ communication system تبعي، بحيث إنه بالآخر حسن لي الـ probability of error عن الـ original probability of error اللي هي للسيستم الـ basic system اللي هو بس modulation و demodulation. طيب نرجع هلا على النوتس. إذا هذا بالنسبة لتعريف الـ channel coding. طيب هلا هون طبعا كيف احنا يعني شو الخاصيه او شو الاضافه اللي اضافها الشانل كودينج على السيستم تبعي، بحيث انه بالاخر حصلنا يعني better probability of error. الشيء اللي بيساويه الشانل كودينج فعليا بيضيف لي خصائص معينه على السيجنالز تبعتي، بحيث انه هاي السيجنالز لما انا بنقلها في الشانل تكون عندها قدره على انها تقاوم المعوقات اللي بتلاقيها في الشانل تبعتي. وهاي المعوقات طبعا من الامثله عليها زي ما بنعرف النويز اللي هو موجود في كل انواع الشانلز، الاديتيف نويز، وعندنا كمان الانترفيرنس والفيدنج. هذول يعني اشهر ثلاث انواع من المعوقات اللي يعني فعليا بتضعف السيجنال تبعتي. فالشانل كودينج بيعطي السيجنال تبعتي خصائص معينه، بحيث انها تصير تقاوم هاي المشاكل اللي بتلاقيها في الشانل بشكل احسن.
وطبعا كمان كيف، شو هي الخصائص، خلينا نقول بشكل اساسي ايش هي الخصائص اللي بيضيفها الشانل كودينج على السيجنال تبعتي. الخصائص بشكل اساسي هي انه اضافه الشانل كودينج على السيجنالز تبعتي بتزيد المسافه بين السيجنالز تبعتي اللي انا ببعثها على الشانل. فمثلا لو كنت انا بتكلم مثلا عن كيو بي اس كي، نوع الموديوليشن تبعي اللي هو كيو بي اس كي، فانا فعليا في عندي اربعه فور ديفرنت سيجنالز، هذول في مسافه معينه بينهم. لما نتكلم عن ال نروح هون على السيستم تبعي اللي هو البيسك سيستم اللي هو بس في موديوليشن ودي موديوليشن، لما نقول انه في عندي اربعه سيجنالز، هذول الاربعه سيجنالز ممكن يكون خلينا نرسمهم بالاحمر عشان الاحمر يدلل على انه السيستم بدون كودينج. فاذا كانوا هذول الاربعه سيجنالز ممثلين عندي بالشكل التالي، هاي اللي هي سيجنال نمبر 1، سيجنال نمبر 2، سيجنال نمبر 3، وسيجنال نمبر 4. اوكي، هذول السيجنالز خلينا نقول انه المينيمم ديستانس بينهم كانت مثلا خلينا نسميها دي مينيمم. هاي الدي مينيمم، هلا هاي الدي مينيمم يا شباب كل ما صغرت الدي مينيمم شو معناها؟ البروبابيليتي اوف ايرور عندي بتصير احسن ولا بتصير أسوأ؟ مين يجاوب؟ شيماء محمد بدياك تجاوبي. لا دكتورة، بتصير أسوأ لأنه بتتقرب المسافات بين السيجنالز. بالضبط، إذا الدي مينيمم كل ما الدي مينيمم بين ال تو سيجنالز بالسيستم تبعي كل ما قلت الدي مينيمم معناته البروبابيليتي اوف ايرور بتصير اعلى. ليش؟ لانه الريسيفر يعني اي نويز، كل ما قلت الدي مينيمم اي نويز موجود عندي في الشانل كفيل انه يخلي لي مثلا السيجنال اس 2 تقرب اكثر على الاس 1، بحيث انه على الريسيفر، الريسيفر ما يقدرش يميز الاس 1 عن الاس 2، فبالتالي انه يعمل دي موديوليشن للاس 2 يعملها دي موديوليشن اس 1، وبالتالي انا يصير عندي ايرور. لكن كل ما زادت الدي مينيمم معناته انا قاعد ببعد الاس 1 عن الاس 2، بالتالي كميه النويز لو كانت مثلا النويز قليل بيلاقي يعني بيواجهني في الشانل بصفي النويز. شو بيساوي؟ بيقرب السيجنالز على بعض. اذا كانت اصلا الدي مينيمم كبيره، خلينا نقول انه النويز قربها شوي يعني قلل المسافه بين التو سيجنالز شوي، بيقدر بضل انه على الريسيفر بيقدر انه الريسيفر يميز بين الاس 1 والاس 2، يعني بكون بضل عندي في مسافه بين التو سيجنالز بحيث انه هاي المسافه كفيله انه الريسيفر يميز انه هاي اس 2 هاي اس 1. ماشي. هلا لما نعمل شانل كودينج فعليا الشانل كودينج اللي بيساويه رياضيا انه ايش؟ ببعد السيجنالز عن بعض، فالاس 1 مثلا ببعدها بهذا الاتجاه، والاس 2 ببعدها بهذا الاتجاه، والاس 4 ببعدها بهذا الاتجاه، والاس 3 كمان يعني في عندنا هذا، خلينا لا الاس الاس 4 ببعدها بشكل قطري، والاس 3 بشكل قطري. يعني باختصار الشانل كودينج فعليا قاعد بيزيد الدي مينيمم. فمثلا بدل ما كانت الدي مينيمم هاي المسافه اللي بالاحمر، بتصير عندي مثلا الاس 1 هون والاس 2 هون شباب ايش مبين عندكم الوايت بورد هسه؟ وايت بورد مزبوط؟ تمام مبين. طيب فصار عندي الاس 1 هون والاس 2 هون، وبتصير عندي مثلا الاس 4 هون
والاس 3 هون. فعليا اللي سواه الشانل كودينج هو انه زاد المسافات بين السيجنالز اللي موجوده عندي في السيستم تبعي، وبالتالي كونه زاد المسافات بين السيجنالز معناته ايش؟ اكيد خفف البروبابيليتي اوف ايرور، نزلها عندي على الريسيفر. اوكي، فهذا اذا بالنسبه للمعنى الثاني اللي هو المعنى الرياضي للشانل كودينج. اوكي، طيب هلا نيجي اذا عرفنا الشانل كودينج هون، هلا نيجي في عندي نوعين اساسيات للشانل كودينج. النوع الاول اللي هو بنسميه الويف فورم كودينج. اذا عندي نوعين اساسيات للشانل كودينج، النوع الاول هو الويف فورم كودينج، ماشي، الويف فورم كودينج هذا، والنوع الثاني اللي هو بنسميه الستراكشرد سيكونسز. اوكي، ستراكشرد سيكونسز. طيب نعرف كل نوع، نبدا بالنوع الاول اللي هو الويف فورم كودينج. هلا الويف فورم كودينج هو شباب اللي هو فعليا اللي هو هلا احنا نرجع عندي هون على الوايت بورد، نذكر شغله اللي هي انه هون عندنا لما رسمنا، خلينا نمشي بالله اللون الازرق هون، نرجع للسيستم الاساسي اللي ما فيه كودينج. هلا هذا السيستم اللي بالاحمر يا شباب، كان عندي داتا هون، داتا ان عملها موديوليشن، وباجي هون بدي ابعثها على الشانل، بدي ابعثها على اوديها على الانتنه تبعت الترانسميتر عشان تروح عندي على الشانل. هلا بدون انتنة ما يعني، اذا انا بتكلم عن وايرلس شانل بالهواء الطلق لازم احتاج انتنة. الانتنة هي الانترفيس، فعليا الانترفيس اللي يعني بيفصل بين سيجنال الكتريك سيجنال فولتج او كرنت، بيفصل بين الكتريك سيجنال وايش السيجنال اللي بتكون هون في عندي بالشانل الوايرلس شانل. مين يجاوب شو وظيفة الأنتنة يا شباب؟ بتكون electromagnetic signal؟ بالضبط electromagnetic. ففعليا هاي الوظيفة الأساسية للأنتنة، الأنتنة تحول من electrical ل electromagnetic، تحول من كهرباء من voltage ل كهرومغناطيسية ل electromagnetic signal. أوكي، فهاي هي الوظيفة الأساسية للأنتنة. فاحنا عندنا هذا الانتنه بعتبرها انترفيس، ماشي، هون بتجيني الفولتج الكتريك سيجنال، وبعدين تطلع بتحولها الانتنه، تدخل على الانتنه بتحولها الانتنه لالكترو ماجنتيك سيجنال تنتشر عندي في الهواء، ماشي. فهلا قبل ما هلا انا مثلا خلينا نفترض انه الداتا تبعتي لما بدي ابعثها كانت مثلا هي عباره عن zeros and ones digital data. الداتا مثلا خلينا نقول انه هي عبارة عن zeros and ones مثلا الشكل هذا. هلا الداتا هاي اجت عندي هون، عملت لها modulation، خلينا نقول انه modulation هو digital modulation مثلا، خلينا نقول انه QPSK مثلا عندي اربعة signal sets. هلا هاي الكيو بي اس كي اللي هي ديجيتال داتا هي عباره عن امبلس، او يعني عباره عن بلسز اون اوف. فهذول البلسز قبل ما ابعثهم على الشانل لازم اعملهم احملهم على ويف فورم، كونتينوس ويف فورم، لانه انا الانتنه لما السيجنال تبعتي بدها تروح يعني از الكتروماجنتيك، لما بدها تنتقل عندي هون في الشانل ما بتروح ديجيتال سيجنال، لا يعني ما بتروح بيتس، ماشي، هي لازم تروح عباره عن continuous wave. اوكي، فالcontinuous wave هاي
لازم إشي نعمله اللي هي نحول الـ QPSK الـ signals هذول الـ S1, S2, S3, S4 لازم نحولهم لعبارة عن waveform, continuous waveform. هاي continuous waveform تتحول عندي بالأول لـ voltage waveform, بعدين تدخل على الأنتنة, بعدين تطلع عندي electromagnetic signal, continuous signal electromagnetic, بحيث إنها تنتشر عندي بالجو. ماشي. فالويف فورم كودينج, هلا قبل ما نعمل ويف فورم كودينج, انا قاعد الكيو بي هذول الاربعه سيجنلز اللي هم S1 S2 S3 and S4, كل واحده بعطيها ل ويف فورم معين. مثلا ممكن احول S1 لسينك معين عند مده زمنيه, عند نقطه معينه. هذا الموضوع يطول, بس خلينا يعني ليش جبته, عشان اقول لكم انه السيجنال الديجيتال سيجنال قبل ما ابعثها انا على الشانل لازم احولها لويف فورم, كونتينوس ويف فورم. هلا نرجع لل النوتس هون ونشوف شو الهدف من الويف فورم كودينج. الويف فورم كودينج وظيفته انه بيحول لي ال قلنا عندي مثلا, نرجع لموضوع الـ QPSK, والـ QPSK كان عندي مثلا كان عندي بالـ QPSK عندي أربعة داتا سيتس S1 S2 S3 S4. ماشي. هذول الأربعة داتا سيتس قبل ما أبعثهم على الأنتنة بدي أحول كل واحدة لـ Waveform. فمثلا ممكن اقول انه الـ S1 تبعتي مثلا شكلها هيك, هاي عندي T capital T, هاي عندي هذا الكلام بالتايم دومين, فعندي هاي الـ S1. ماشي. ممكن مثلا الـ S2 تكون شكلها خلينا نقول الـ S2 مثلا تكون عندي هاي الـ S2 دكتور, هو اختلاف فيز ولا اختلاف ايش هون؟ اختلاف المتى انا ببعث, يعني عندي مثلا البيريود الكابيتال تي هي البيريود تبعت السيمبل تبعي. ماشي. هلا مثلا اذا ببعث مثلا السيجنال تبعتي ببعثها من صفر, يعني كل تي كابيتال, إذا بعثت السيجنال تبعتي ويف فورم من صفر لتي اثنين, معناته هاي بتعبر لي عن السيجنال S1. ماشي. إذا بعثتها مثلا من صفر لتي على اثنين, بعث ما بعثتش إشي, صفر من تي على اثنين لتي, هاي مثلا بتمثل لي S2 وهكذا. فكل سيمبل بحوله لويف فورم خلال اللي هي التي كابيتال تبعتي السيمبل ديوريشن. ماشي. فهذا هاي الويف فورم. هلا لما نعمل شانل كودينج فعليا احنا قاعدين بنعمل بنفكر ب ويف فورم او مجموعه ويف فورمز معينه للسيجنال تبعتي, بحيث انه هاي الويف فورمز اخلي انه اعمل تباعد بين الديفرنت سيجنالز, يعني اختار شكل للويف فورم اللي هي S1 مختلفة تماما مثلا عن S2, بحيث انه عندي على الريسيفر انه الريسيفر تبعي يقدر يميز بين different signals. فمثلا لو قلنا مثلا اذا كانت هاي شكل S1 وهاي شكل S2 وبعثت انا على channel S1 على الريسيفر, خلينا نفترض انه وصلني مثلا signal زي هيك مثلا من صفر, خلينا نقول مش تي اثنين بالضبط, مثلا خلينا نقول 3T على 2, يعني صار في نويز, صار في انترفيرنس معين, بحيث انه انا بعثت هاي السيجنال على الترانسميتر على الريسيفر وصلني هذا الشيء. هلا اذا كان يعني خلينا نفترض انا فيش عندي غير 2 سيجنالز, اذا وصل لي هذا على الريسيفر على الاغلب انه الريسيفر حيقول انه اللي انبعث هو السيمبل S1, لانه في عندي فولتج من صفر لثلاثة تي على اثنين, فعلى الأغلب إنها تي و إس 1 مش إس 2. ماشي. فأنا فعليا قاعد
بميز بين different waveforms بحيث إنه أساعد الريسيفر إنه إذا الwaveform اللي وصلتني فيها شوية تشويش فيها شوية noise إنه الريسيفر still يقدر يعمل لي recovery للoriginal signal. فهاي طبعا بالنسبة لمعنى channel عفوا waveform coding. أوكي هاي waveform coding ورح نيجي بالصفحات الجاية رح ناخذ يعني ناخذ عنها بالتفصيل. اوكي طيب هلا نيجي للنوع الثاني من الشانل كودينج اللي هو الستراكتشر سيكونسز. اذا النوع الاول اللي هو الويف فورم كودينج والنوع الثاني اللي هو الستراكتشر سيكونسز. هلا الستراكتشر سيكونسز شو بتختلف عن الـ Waveform Coding؟ نرجع شوي على الـ Whiteboard. هلأ إذا قلنا الـ Waveform Coding كانت تتعلق بالـ Waveform اللي أنا بدي أبعثها على الـ Channel، أحسن يعني أختار Waveforms بعاد عن بعض أو بيختلفوا عن بعض بحيث أنه أساعد الـ Receiver أنه يعمل لي Recovery بشكل صحيح. النوع الثاني من الشانل كودينج اللي هو الستركتشرد سيكونسز. بالنسبه للستركتشرد سيكونسز خلينا نغير اللون. هلا قلنا انه الداتا عندي مثلا زيرو اند وانز ديجيتال داتا. الستركتشرد سيكونسز اللي بيعملوا انه مثلا هاي الداتا تبعتي بيعمل بيدخل بعض البيتس redundant bits أو extra bits يدخلهم بين الداتا bits. مثلا هون بحط لي مثلا 0 هون بحط لي 1 بحيث انه مثلا هاي اذا كانت الاوريجينال سيكونس عندي 1010 بتصير عندي الستركتشر سيكونس اللي طالعه من الاوريجينال داتا بتصير 110101 فبدخل بعمل اللي هم بسموها زي كأنه بدخل بعض البيتس الاكسترا بيتس على الاوريجينال داتا. فبتصير عندي مثلا كانت هون الاوريجينال داتا اللي هي بالاصفر كان عندي 4 بيتس، صارت هون لما عملت لها ستراكتشر سيكونسز كودينج صار عندي فيها 6 بيتس. اوكي فهذا هو الاختلاف الاساسي بين طبعا هذا الشيء كمان من شأنه انه يحسن لي البروبابيليتي اوف ايرور عندي على الريسيفر سايد، وهذا كمان إن شاء الله رح نجي بالتفصيل. نرجع على النوتس. أوكي إذا هذا بالنسبة لل structured sequences. إذا structured sequences هي deals with transforming data sequences having redundant bits. Redundant bits اللي احنا بنحطهم في الاوريجينال data sequence من شأنهم انهم يعملوا detection للايرورز وبالتالي انهم بالتالي انهم يخففوا او يقللوا من probability of error عندي على الريسيفر سايد. طيب شباب هي الميتينج راح تنتهي في 10 دقائق بس تنتهي، هل صار في معنا 10 دقائق بس تنتهي تدخل على نفس اللينك. اوكي طيب هلا اذا قلنا النوعين الاساسيات بالنسبه للشانل كودينج اللي هي الويف فورم كودينج الويف فورم كودينج و الستركتشرد سيكونسز. هلا نبدا نفصل بالنوع الاول من الشانل كودينج اللي هو الويف فورم كودينج. وقلنا عندنا الويف فورم كودينج يعني وظيفته الاساسيه انه ينقل عندي الاوريجينال سيت اوف الاوريجينال سيت اوف ويف فورمز انتو ان امبروفد ويف فورم سيت بحيث انه to provide better probability of error على receiver side
as compared to the original probability of error. طيب هلا كيف انه بدي انا اقلل او كيف بدي اختار كيف بدي اختار الويف فورم سيت تبعتي؟ يعني انا عندي مثلا اربع سيجنلز S1 S2 S3 S4 ماشي، كيف هدول الاربعه سيجنلز بدنا نختار لهم اربع ويف فورمز بحيث هدول الويف فورمز يكونوا خلينا نقول احسن ويف فورمز ممكن انا اختار. المعيار في اني اختار good waveforms للسيجنالز تبعتي هو الكروس كورليشن كوفيشنت، الكروس كورليشن كوفيشنت اوكي، اللي هو بنرمز له بالرمز زي سب اي جي. اذا هذا الكروس كورليشن كوفيشنت زي سب اي جي هذا هو اللي انا بدي اعتمد عليه بحيث انه يختار لي ال يعني ويف فورمز الهم better properties من ال old waveforms. اوكي هلا ال cross correlation مين يقول لي شو يعني correlation او ال cross correlation بين different signals؟ مين عنده فكره cross correlation شو معناه؟ دكتورة هي matching process بتكون بين signal و signal ثانية حتى نعرف إيش ال behavior تاع signals. بالضبط موسى، مزبوط أنت؟ موسى بالضبط زي ما قال موسى إنه ال cross correlation هو هو عملية إني أعمل مطابقة بين different signals. بالضبط matching أو مطابقة بين different signals. فانا اذا مثلا طابقت سيجنال مع نفسها في الكروس كورليشن بتوقع انه يكون قيمته ايش، عاليه ولا قليله؟ لا السيجنال مع نفسها في الكروس كورليشن بتكون قليله، سيجنال مع نفسها لا الماتشنج بيكون عالي، الماتشنج بيكون عالي بالضبط. yes. وبنسميه احنا بصير اسمه اوتو كورليشن، يعني السيجنال مع نفسها. وبالتالي اذا انا طابقت السيجنال مع نفسها فدرجه التشابه بتكون كبيره، فبالتالي بتكون عندي الكورليشن اعلى ما يكون. لكن اذا جبت السيجنال الاصليه مثلا وبعدين جبت نسخه ثانيه منها وشفتتها، عملت زي شفتتها عنها شوي، فهون بتوقع الكورليشن ايش تصير قيمته؟ مع الديلي بتقل. بتقل كونه مع ال يس بالضبط. فاذا الكروس كورليشن او الاوتو كورليشن هو يعني هي مسميات، بس الكورليشن يعني الكونسيبت تبع الكورليشن هو عمليه مطابقه بين تو سيجنالز، سواء السيجنال مع نفسها او تو ديفرنت سيجنالز. هلا احنا اذا كان عندي مثلا موديوليشن عندي اللي هو نفسه نرجع عليه اللي هو الكيو بي اس كي مثلا، وعندي بالكيو بي اس كي قلنا اربعه سيجنالز S1 S2 S3 و S4 ماشي. هلا احنا هدفنا لما هدول بدنا نبعثهم على الترانسميتر وبدهم يروحوا يمروا في الشانل. هلا احنا قلنا هدفنا يعني لم يعني انه قبل ما نبعث هذول السيجنال او يعني هدفنا قبل ما نبعث السيجنال على التشانل هو انه نزيد المسافه بين اي تو سيجنالز بهذول بهاي المجموعه. فالمينيمم سيجنال عفوا المينيمم ديستانس انه نخليها as big as possible مظبوط. فاذا قلت انا بدي احكي عن المينيمم ديستانس بين التو مثلا بين السيجنال S1 و S2 بدنا احكي عنها بلغه الكورليشن او الكروس كورليشن. فانا اذا بدي ازيد الديستانس المينيموم ديستانس بين تو سيجنالز تو ديفرنت سيجنالز شو معناها بلغه الكروس كورليشن؟ بدي ازيد الكروس كورليشن ولا اقلله؟
المفروض يزداد، لانه احنا بس بعد سيجنال كل سيجنال بصير تختلف اكثر عن الثاني. الكروس كوريليشن مفروض انه هلا كل ما زدت الدي مينيمم بين التو مثلا بين اس 1 واس 2 كل ما زدت. احنا هلا دكتور احنا وظيفتنا نقلل الكروس كوريليشن ولا انا بدي اسالكم قلنا الكوريليشن هو بيقيس لي مدى التطابق او مدى التشابه بين تو سيجنلز. هلا انا كل ما زدت الدي مينيمم بين اس 1 واس 2 معناها الكروس كوريليشن قيمته راح تطلع ولا راح تنزل؟ هلا منطقيا انا كل ما بعدت الدي مينيمم اس 1 واس 2 راح يصيرون يختلفون عن بعض. فبالتالي الكوريليشن حيقل بهاي الحاله 100%. فمعناته انا اذا بدي ازيد المينيمم ديستانس بين تو ديفرنت سيجنلز بغرض اني ابعثهم على الشانل، فمعناته انا قاعد ببعدهم عن بعض، وبالتالي بيصير الاختلاف بينهم يصير اكبر، وبالتالي لما اعمل مطابقه بينهم او اعمل كروس كوريليشن بينهم المفروض الكروس كوريليشن يقل زي ما قال موسى 100%. طيب هلا اذا قلنا الكروس كوريليشن والمينيمم ديستانس مرتبطين ببعض وفي علاقه بينهم، اللي هي انه كل ما زدت المينيمم ديستانس بين تو ديفرنت سيجنلز انا فعليا قاعد بقلل الكروس كوريليشن بين هذول السيجنلز. طيب هلا قلنا احنا هذا يعني الموضوع الاساسي في هاي الصفحه اللي هو الويف فورم كودينج. الويف فورم كودينج بدنا نستخدم فيه الكروس كوريليشن كوفيشنت عشان نعمل الويف فورم كودينج. ف خلينا اول شيء نعرف كيف بنطلع الكروس كوريليشن كوفيشنت. الكروس كوريليشن كوفيشنت بين تو سيجنلز او تو بالضبط تو سيجنلز اللي هي او تو سيكونسز، الكروس كوريليشن كوفيشنت بنعرفه على انه زي سب اي جي. طبعا السب اي جي معناها الاي اللي هي السيجنال الاس سب اي والجي اللي هي اس سب جي، هم سيجنال اي وسيجنال جي. الكروس كوريليشن كوفيشنت بينهم هو بيساوي بنعرفه على انه بيساوي ال number of digit agreements minus the number of digit disagreements مقسوم على total number of digits in the sequence. ماشي. اذا هذا التعريف العام للcross correlation coefficient، يعني لازم تعرفوه هذا يا شباب مهم. طيب هلا بناء على الcross correlation coefficient قدرنا نعمل نوعين من الويف فورم كودز. هذول النوعين من الويف فورم كودز، النوع الاول بنسميه اورثوغونال كودز والنوع الثاني اللي هو الباي اورثوغونال كودز. اوكي اذا مره ثانيه احنا هون عندنا قلنا عندنا خلينا نروح على بل أقل من دقيقة، خليني أفصل يا شباب وتشبكوا مرة ثانية، أوكي؟